قوية غتشعل وخا تعيا ما طفيت وخا تعيا ما طفيت وخا تعيا ما طفيت وخا تعيا ما طفيت كتجي هاد الوقفة هادي يعني كرد بسيط على المحاكمات السورية اللي تعرضوا لها الأساتذة، أزيد من 50 أستاذ تعرضوا يعني في مجمل الحكم ديال 50 عام زائد غرامة مالية، 50 عام وقوفة التنفيذ. كنهضروا على واحد الوقفة ضد واحد المخطط ديال التعاقد اللي هو مخطط كيضم أو تيهم المجتمع ككل، الشعب المغربي ككل، ما تيهمش غير الأساتذة، لأننا كنهضروا على واحد المخطط غادي يستهدف الأبناء ديالنا. كنعرفوا بأن المغرب ديالنا كيعيش أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية، بزاف ديال الحوايج. ملي كنهضروا على مخطط التعاقد يعني الاستاذ، من انا استاذ الان فوز 2022 غادي يطلع خويا ولا غادي يطلع اختي، غادي يطلع بزاف ديال الناس، غادي يوليو ملي غادي يوصلوا مثلا البكالوريا غادي يبان لهم قدام خيار الواحد هو لافاك باش انه غادي يدفع التعليم. تجي غادي نهضروا انا على الشروط الانتقائيه ديال فوز 30 عام، واحد طالب اللي قرا تاتا الماستر وقرا ديال الدكتوراه غادي يجي توصل عنده 30 عام ما عندوش الحق، يعني اشنو؟ يعني انك حرمتي من واحد الوظيفه، يعني حرمتي عائله، يعني بغيتي تقضي على الطبقه الوسطى. نجيو نهضروا ثاني على بزاف ديال النقاط اللي غتجي هاد الوقفه الاحتجاجيه كرد عليها من خلالها السرقات من الاجور. كنهضروا على الاساتذه من 2016 2017 وصلوا الاقتطاعات ديال الاجور ديال ازيد من 6 مليون 7 مليون ديال الاقتطاعات فقط. كنهضروا يعني على هاد النظام هذا ككل، يعني عطيتكم تجليان من التجليات ديال هذا المخطط هذا ديال التعاقد، يعني انه كيبني او كيمهد الاجنو باش انه يهدم واحد الطبقه المتوسطه اللي تتكون ما بين الطبقه الغنيه اللي حاكمه الشعب والطبقه الفقيره. يعني انا كاستاذ عندي عائله دابا هاز ليها المصروف ديالها كامل، جيت تعطيني انا عندي في الخلصه ديالي 5000 درهم غادي تنقص ليا الاضرابات، يعني من الحق ديالي تيكفلوا ليا الدستور، بغيت نمشي ندير الاضرابات تقطعوا ليا، تتقطع ليا 1200 درهم كل شهر، يعني اش غادي يبقى ليا ديك عائله انا كريمه مثلا مثلا 700 درهم توصل لي المعيشه ديالي حتى 20000 ريال 40000 ريال، بقات لي 40000 ريال غادي نعطي من العائله اش غادي ندير بها؟ يعني هذه النقطه الاولى. نهضروا على النقطه الثانيه فوق وفق المستجدات اللي تتهم هذا النظام هذا واللي هي من مخططات ديال التعاقد نيت، باش نعرفوا بان مخطط التعاقد ماشي مخطط يهم الاساتذه كاملين وانما كيهم الشعب ككل. نهضروا على مثلا قانون الماليه الجديد اللي كيستهدف 30% في الضريبه ديال الاساتذه، نهضروا على الضريبه 30% ملي تحيد لهم 30% من الاجره ديالو اش غادي يبقى الاستاذ زائد الاقتطاعات. يعني كنهضروا على واحد المنظومه هشه، واحد المنظومه اللي كتدعي فيها الوزاره ديال التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ديال مدرسه ذات جوده للجميع. اي مدرسه ذات جوده للجميع في رهان ان واحد الاستاذ ما كيعيش ابسط الظروف ديال كانه استاذ. يعني هذا الامر هذا خطير، وحنا من داخل التنسيقيه الوطنيه الممثل الوحيد للاساتذه المفروض عليهم التعاقد كنستنكروا هذا الوضع وبشده وبشده، ومازال ان شاء الله عندنا خطوات جداد اللي غادي نكون فيها اكثر حازم واكثر صرامه مع مخططات ديال الدوله اللي كتجي في ضمنها خطوه ديال عدم تسليم النقاط، لان الوصل كما تنقولوا الوضع وصل سيل الذبه. وتحيه لكم. بالنسبه لهذ النقطه يعني كهياكل كنلاحظوا يعني ما غاديش نخفيكم يعني في الامر بان التنسيقيه كاساتذه تراجعوا، يعني كاين واحد التراجع يعني خافت، ولكن كمكتب اقليمي كمكتب الجهوي يعني كنحاولوا نتابعوا، ويعني كعضو في لجنه الاعلام يعني كنحاولوا نبتكروا ما امكن. من ضمنها كما قلت لك بانه كاين خطوه ديال عدم تسليم النقط، لان ورقه ضغيطه على الاقل غادي نجيبوا فيها مثلا المفاوضات مع الدوله باش انها تراجع على المحاكمات السوريه ديال الاساتذه باش انهم تقدر تراجع على الاقتطاعات. يعني من تنهضروا على خطوه عدم تسليم النقط يعني كنهضروا على خطوه غادي تشلل المرفق العمومي، ملي ما تعطيش النتائج للتلاميذ راه بالضروره غادي يوقفوا الاباء ديالهم، تتوقف الاباء تتوقف جمعيه الاباء تتوقف جمعيه الاباء، يعني راه تنهضروا على وقفه غادي تولي ضمن الاساتذه وضمن التلاميذ وضمن يعني طبقه ديال الاباء والامهات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.